بتعرفوا انا ما بحب اطلع احكي بهيك مواضيع، ما بحب افوت ديب بنقاشات زي هيك لانه ما بهمني. ما حدا اطمن علي، ما حدا قال شيء روينا، فكنت مرضان كثير. المنشنز اللي اليوم اتعملت لي اكثر من يوم ما تزوج. لا ما تزوجت لسه، شو قصدي؟ لا مكنت أسو من تخطي حاجز 5 مليون مشترك على تيك توك من بعد تنزيلها لعدد كبير من الفيديوهات واللي حققت ملايين المشاهدات، من بينها هذا الفيديو اللي حقق أكثر من 7 مليون مشاهدة واللي صورت فيه ردة فعلها من بعد ما تم وضع فيديو من فيديوهاتها على تيك توك ببيلبورد طوكيو كأول عربي. مريم نشرت ستوريهات مفاجئة وهي عم تبكي وعلقت بي اليوم كان أسوأ يوم، تعرفون شنو ضيعت بمطار دبي؟ وواصلت بي شي غير متوقع، والله ما عرف شو سوي بهاي الحالة. الحمد لله على كل حال، يا رب يرجع لي، بس تعرفون سافرت وعفت كل شي وصعدت الطيارة، يعني ماكو وقت أشوف شغلتي وين راحت ومين أخذها. فهذا صار من بعد تركها لدبي ومغادرتها لفنلندا، فنست أغراضها بمطار دبي من بعد ما ركبت الطيارة وما عاد فيها ترجع لتاخذ أغراضها. فشو تتوقعوا ضيعت مريم؟ وادعوا لها تسترجعوا. أبو الرب حضر لعمل جديد ومفاجأة يسعد فيها متابعينه بمناسبة 4 مليون مشترك، حيث رح تكون عملية توزيع بوظة لكل متابعينه بالأردن. اللي حسيك الآتي، بمناسبة 4 مليون، إذا أنت عايش في الأردن في عمان وشفتني بالصدفة في شوارع عمان فتعال عندي لأنه حاعطيك بوظة. أما رغدة فتضايقت امبارحة من تعليقات بعض المتابعين من بعد ما نشرت فيديو على تيك توك واللي بيّن فيه الصليب من الخلف، واللي ما بيعرف فرغدة ديانتها المسيحية، فقررت الرد بهالستوريهات ولأول مرة. امبارح نزلت التيك توك لأن نزلته وكتير كنت مبسوطة عليه، كشي بيني وبين أمي وجاب 3 مليون بأقل من يوم، كتير مبسطت. بس لما فتت شفت الكومنتات وشفت الناس كيف تحكي وكلام الناس بس عشان شفتوا صليب ورا، والأغلب بيعرفوا أن أنا مسيحية، يعني اللي قرأته جد صدمني أنه إحنا لسه في ناس هيك بيحكوا أو هيك بتطلعوا على الواحد، وما بعرف يعني جد إشي بحزن. الكومنتات اللي بتخوت واللي أنه مستغرب أو أنه ليش طيب ولا وما بيصير، مش عارف كيف اشرح لكم قد ايه الموضوع اللي بالنسبه لي كثير غريب. غيث مروان واخيرا شارك معنا بيته الجديد بدبي من بعد ما حضر له لعده اشهر، فشفنا كل تفاصيل وديكور البيت اللي اختاره بهذا الفيديو واللي حقق 1 مليون مشاهده خلال يوم واحد فقط. أسامة مروى شارك فرحته مع متابعينه من خلال ستوريهات انستغرام من بعد ما توثق حسابه على انستغرام بالعلامه الزرقاء. انا لاحظت انه اللي بيتعمل له فيريفاي على انستغرام كانه تزوج، يعني ما شاء الله المنشنز اللي اليوم اتعملت لي اكثر من يوم ما تزوج. لا ما تزوجت لسه، شو قصدي؟ لا. اما شيروف اختفى لعده ايام ولكن رجع بفيديو جديد كان مع نارين وشيرين، واللي كان تحدي قول الحقيقه والا تتكهرب، واللي كشفوا فيه حقائق جديده منها اللي فصحوا عنها ومنها اللي اخفوها عنا. دخلك في اليوتيوب؟ ثواني بعيش الحمد لله. يوتيوبر تكرهي؟ اعطيني انا اوكي بقول لك بس حتعمل تون. وشارك ستوريهات وضح فيها سبب غيابه. مشان موضوع صوتي، انه صوتي متغير، ما حدا اطمن علي، ما حدا قال شيء، روينك، شو اخبارك، شو عم تساوي، ليش مختفي؟ ممكن كم واحد ممكن عديتهم انا، بس والله يا جماعه كنت مرضان كثير، فشحت مدري قريب ما بعرف شو بدي. اما سيدرا وشيرين فغادروا دبي مؤخرا للالتحاق بالمدارس، فاليوم كان اول يوم مدرسه لهما، ولحقهم جلال بعد ايام قليله من مغادرتهم دبي. فشيرين عم تترقب شهر 9 للاعلان والافصاح عن المفاجاه اللي صارها شغاله عليها لعده اشهر بدبي. وشو هي توقعاتكم لمفاجاه شيرين؟